صوت شوي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. طول عليه تكفي. وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. دائما يا أخي الأسماء التي على وزن فعلان ممنوعة من الصرف. عن حمران مولى عثمان بن عفان. مولى عثمان بن عفان ما شرح. ثم أدخل يمينه بالوضوء في الوضوء. ثم أدخل يمينه بالوضوء. أبا واحد طالب جيد نجيب ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ بتجاوب جواب صحيح؟ ها بالفتح ولا بالضم؟ أول شيء تبيه بالفتح. هو الماء الذي يتوضأ به صح؟ فعل الوضوء. طيب عثمان أدخل يده في فعل الوضوء ولا في ماء الوضوء؟ الله شيء يدخل يده في الفعل. إذن الوضوء يا حبيبي سعيد لو كنت صحيح من أول كم مشيتها لك. ثم أدخل يمينه في الوضوء صح. ثم تمضمض واستنشق واستنثر صح. ثم غسل وجهه ثلاثا ماشي. ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوءه هذا. رأيت يتوضأ نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما سلم. اقرا الحديث اللي بعده. حديث عمرو بن يحيى المازني. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال شهدت عمرو بن ابي الحسن. شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يديه من التول فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التول فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ماشي. ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تول من صفر التول شبه الطست. دائما تكسر الكلام ليش؟ دائما تكسر عندك الكسرة أغلب من الفتح والضم عندك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذا الحديث أظن أننا سوف نقتطع فيه درسين إن شاء الله نأخذ فوائده وهي كثيرة يعني بعضها نطيل في التعليق عليه وبعضها لا نطيل إن شاء الله. الفائدة الأولى من هذا الحديث فيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة شرائع دينها وهكذا يكون العلماء وهكذا ينبغي أن يكون العلماء. فإن العالم الذي لا يستفيد الناس من فقهه ولا علمه ولا كتبه التي قرأها ولا يستفيدون من متونه التي حفظها فما الفائدة من وجود هذا العالم بين الناس؟ فإن العالم لا يكون عالما إلا إذا استجمع ثلاثة أمور. العالم لا يكون عالما ربانيا إلا إذا اجتمع فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه علم ورسخ العلم في قلبه، هذه واحدة، يعني علم عن يقين ليس عن شك، يعني علمه الذي ثبت في قلبه يعني ثبت عن يقين. الأمر الثاني أن يعمل بما علم. الأمر الثالث أن يعلم ما علم. فإذا هي ثلاثة أمور لا تحصل النجاة إلا به. فالجهل سبب للعذاب والعياذ بالله، فإذا يكشفه الإنسان بالتعلم. طيب عدم العلم أو عدم العمل بالعلم سبب للعذاب أيضا، فيكشفه الإنسان بالعمل. طيب وترك الناس على جهلهم وضلالهم ومعك سبب نجاتهم، هذا سبب لإيش؟ للعذاب.
أنه قد أخبر الدليل أن تعليم العلم والدعوة إلى الله من فروض الكفايات. وهذا يحصل بالتعليم. فإذا العالم الرباني هو من رسخ العلم في قلبه بالطريق الصحيح، ثم قرن العلم بالعمل، ثم قرن العلم بالتعليم. ولأن عثمان رضي الله تعالى عنه من الراسخين في العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على تعليم الأمة شرائع دينها. لأن في بعض الروايات أن عثمان قال: ألا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فتوضأ. فإذا هو يريد بذلك التعليم، الفائدة الثانية: فيه أهمية التعليم بالفعل والتطبيق، فإنه أثبت في فإنه أيسر في الفهم وأثبت في القلب وأبعد عن النسيان. التعليم بالفعل مهم جدا، فالتعليم بالفعل أرسخ في القلب من التعليم بالقول. لو أننا شرحنا لكم صفة الوضوء قولا، فإن بعض الناس قد لا تستقر هذه الصفة في قلبه، لكن لو أتينا بماء وتوضأنا فإنها سوف تكون مستقرة في قلبه. يقول: ولأن التعليم بالفعل أبعد عن الإشكال من التعليم بالقول. فأنا قد أعلمك شيئا من الشرائع بالقول، لكن يثور في ذهنك بعض الإشكالات، لكن إذا رأيتني أطبق هذه الشريعة تطبيقا بالفعل فإنه لا يثور في ذهنك كثير إشكالات. وللإجماع أضرب لكم مثالا بسيط: صفة الحج قبل أن تحج، هل كنت تفهمها جيدا؟ تثور بعض الإشكالات: وادي محسر، منى، مزدلفة، الحدود، العلامات، رمي الجمرات، تكون يمنى عن يمينك، والصخرات تحت، وأنت تكون عند الصخرات وكذا، أي الصخرات، تثور عندك بعض الإشكالات، لأن التعليم بالقول يثير بعض الإشكالات. لكن أما التعليم بالفعل والتطبيق والتمثيل فإنه من أبعد الأشياء عن إثارة الإشكالات. وهذا يفيدنا أن الدعاة ينبغي لهم أن يبينوا للناس العبادات التطبيقية بتطبيقها أكثر من بيانها بإيش؟ بأقوالهم. وهذا من السنن المفقودة في الحقيقة، التعليم بالفعل من السنن المفقودة. ويعجبني بعض المدرسين في صفة الصلاة لطلابه لا يشرحها لهم شرحا قوليا، بل يذهب بهم إلى المسجد ويطبق الصلاة أمامه، ينزل بهم في صفة الوضوء إلى دورة المياه فيطبقها أمامه. تكفين الميت يا جماعة، نحن نعرف، لو سألت كل واحد منكم نظريا عن تكفين الميت لعرفه أنه يغسل كذا ويدرج في ثلاثة أثواب ويلف. لكن وأقسم بالله أنني لما زاولت هذه في أول يوم وأول مرة غسل الميت، والله ما عرفت كيف تلف. أنا أدري أنها تلف، لكن كيف تلف بحيث أن الميت مع حركة المشيعين أو مع إنزاله في القبر لا يخرج شيء من جسده، هذه لا أعرفها إلا بعد نظرنا، إلا بعد التطبيق. لما طبقت فهمت. فإذا التعليم بالتطبيق مهم جدا. وعلى ذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تعليم أصحابه بالتطبيق. أذكر لكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول في الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الوضوء أمام الناس حتى يكون ذلك قاطعا للإشكال، وعلى ذلك اقتدى به أصحابه من بعده، كحديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما. الصفة الثانية: الحج، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس مناسك الحج قوليا ولا عمليا؟ عمليا، فكان كلما انتهى من منسك قال لهم: خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. المثال الثالث: التعليم بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الصلاة قوليا، كما في حديث المسيء صلاته، حديث الخلاد بن رافع: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. لكنه في يوم من الأيام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد صلى على المنبر، وأنتم تعرفون أن درج المنبر ثلاث مما يلي المأمومين، ليست كمنابرنا اليوم، لا نرى الخطيب إلا بعد أن يستكمل صعود المنبر ثم يلتفت علينا، لا، وإنما كانت درجات المنبر تلي المأمومين مباشرة. واضح يا جماعة؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة، يعني أعلى شيء، والناس خلفه، غريبة يفعلها عليه الصلاة والسلام، استغرب الصحابة،
لكنه المشرع فتابعوه، فقرأ فكبر وهو على المنبر، ثم قرأ وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، لكن السجود لا يستطيع أن يسجد على المنبر، فنزل القهقرى رجع إلى خلفه فسجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد ثم قام وصعد المنبر مرة أخرى حتى أكمل صلاته. فاستغرب الصحابة وقالوا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: إنما فعلته لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا صلاتي، انتبهوا لكلمة ولتعلموا صلاتي، لأن في فائدة ستأتينا إن شاء الله في فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا يا إخوان، التعليم بالفعل مهم، التعليم بالتطبيق مهم، فلا تكتفي أيها الأخ الكريم، يا أيها الداعية، يا طالب العلم، لا تكتفي بتعليم طلابك بمجرد الأقوال والشروحات القولية الصوتية فقط، لا، بل لا بد أن تطبق لهم شيئا من الأفعال، بل حتى في الشرح لو تجد أن الإنسان يشرح من غير تحريك ولا تطبيق للمشروح فإن النفوس قد العقول قد لا تفهم، لكن من كان يحرك انتبه يديه أو رأسه في الشرح فإنه يكون أعون في إيصال المعلومة إلى إيش؟ إلى الطالب ولا يجمع، وهذا شيء محسوس مجرب. فإذا قال ثلاثة أشار بثلاثة، إذن تعليم بالتطبيق، وإذا قال مثلا صغير أشار إلى الصغير، وإذا قال كبير أشار إلى الكبير، فيتفق القول مع التطبيق، فحينئذ يكون ذلك أعون على الفهم. الفائدة الثالثة في هذا الحديث جواز المعاونة على الوضوء، في هذا الحديث جواز المعاونة على الوضوء، وقد كان بعض الصحابة مسؤولا عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد كان بعض الصحابة مسؤولا عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فوائد، نعم، يقول: وتكون المعاونة إما في إعداد الماء وإما في صبه، وكلا الأمرين قد حصل في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلا الأمرين قد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث أن فيه مشروعية المحافظة على ماء الطهارة، أن فيه المحافظة مشروعية المحافظة على ماء الطهارة ومشروعية الاحتياط له، وذلك لأن عثمان غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. لو تأملت لفظ الحديث لوجدت قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. طيب واللي بعد قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء. متى أدخلها؟ بعد غسلها ثلاثا. ففي اليدين قال أفرغ، يعني وهما خارج الإناء، وأما ما بعد ذلك قال أدخل. فهذا فيه مشروعية المحافظة على ماء الطهارة والاحتياط له، والاحتياط له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل كل وضوء، سواء أقام من نوم الليل كما شرحنا سابقا أو لم يقم، فهذه سنة ملازمة للوضوء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحبابها، عفوا على مشروعيتها، على مشروعيتها. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرون في ابتداء وضوئه أنه كان يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. يقول الفقهاء رحمهم الله: ولأن اليدين هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ولأن اليدين هي آلة نقل الماء إلى الأعضاء، فشرع تطهيرهما والتأكد من نظافتهما قبل الشروع في الوضوء، فشرع تطهيرهما وتنظيفهما والتأكد من ذلك قبل الشروع في الوضوء. ومن فوائده أيضا فيه استحباب التثليث في غسل اليدين، فيه استحباب التثليث في غسل اليدين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك فيما نعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لأنه قال: ثم تمضمض واستنشق، فقدم المضمضة هنا على الاستنشاق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك حكمة، وهو أن الفم أشرف من الأنف فقدم لشرفه، أن الفم أشرف من الأنف فقدم لشرفه. وهناك علة أخرى أيضا وحكمة أخرى، وهي أن الوضوء تكفير وتطهير للإنسان، لا، الوضوء تكفير وتطهير،
وأيهما يكتسب الإنسان أكثر، وأيهما يكتسب الإنسان الذنوب، عفوا، وبأيهما يكتسب الإنسان الذنوب والآثام أكثر في الغالب؟ الفم ولا الأنف؟ الفم، وللإجماع. ولذلك شرع تطهيره قبل تطهير الأنف لغلظ المنكرات والآفات التي تحتف به، شرع تطهيره قبل الأنف لكثرة الآفات التي تحتف به. ومن ذلك أيضا، مما يدل عليه هذا الحديث أن السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، أن فيه إثبات أن السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وهما وإن كانا داخلين في حد الوجه المأمور بغسله شرعا إلا أنهما يقدمان عليه. وقد وردت السنة بثلاثة أوجه في هذه المسألة. السنة الأكثرية الأغلبية هي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ولكن وردت سنة أخرى أيضا في حديث المقدام بن معدي كرب وإسناده صالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين إلى المرفقين، واليدين إلى المرفقين، فهذا لا حرج فيه إن فعله بعض الناس، واختاره الإمام الألباني وجمع من أهل العلم، لكن ليس على وجه الغلبة والكثرة، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قرره حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد هنا. الصفة الثالثة أن يؤخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، وهذه وردت بسند قريب من التحسين في حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا كم صارت عندنا؟ ثلاثة أوجه: تقديمها على غسل الوجه وهو الأكثر والأعم الأغلب، تأخيرهما بعد غسل الوجه، وتأخيرهما بعد غسل الوجه واليدين، وكلها وردت في السنة التي يحتج بها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المضمضة لا تسمى مضمضة في اللغة العربية إلا بأمرين: الأمر الأول أن تدخل الماء إلى فمك وأن تحركه ولو أدنى حركة، وأما أن تجذب الماء إلى فمك ثم تمجه مباشرة من غير تحريك له فإن هذا لا يسمى مضمضة، وإن سماها بعض الفقهاء مضمضة، لكن المضمضة المعتبرة في الشرع والتي تسمى مضمضة إنما هي ما اشتمل على إدخال الماء في الفم وإدارته ولو أدنى إدارة، وكلما زادت الإدارة والمبالغة كلما كان أدخل في تحقيق المقصود الشرعي من التنظيف والتطهير، لكن لا بد من الإدارة، لا بد من إدارة الماء. يقولون: ولأن المضمضة مأخوذة من مضمضة، يعني حرك الماء في فمه، فلو أخذه ثم مجه فلا يسمى تمضمضة. ولذلك يقولون: زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. ها، ففرق. فقوله مضمضة أو تمضمضة هذه مبناها لم يزد إلا لزيادة في المعنى، وهو تحريك الماء في داخل الفم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة التيامن، من فوائد هذا الحديث والحديث الذي بعده، يعني فوائد الحديثين جميعا، ومن فوائد هذين الحديثين أيضا أن فيه دليلا على قاعدة التيامن واستحبابه، ونصها يقول: يشرع أو تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عداه. وهذا من أين أخذناه يا إخوان؟ قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني أنه لما جاء في جذب الماء إلى باطن فمه وأنفه قدم يده اليمنى، ولما نثر قدم يده اليسرى، لحديث علي قال: ثم نثر بيده اليسرى. فإذا اليمنى تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، واليسرى فيما عداه. وسوف يأتينا شرح كامل لهذه القاعدة إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذين الحديثين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا
من فوائد هذا الحديث. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ما حكمها في الوضوء؟ وقد قدمنا لكم أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في مثل هذه المسألة في هذه المسائل هو الوجوب في كل، فلا يجوز للإنسان الإخلال بشيء من هذه الأمور، لأنها من جملة واجبات الوضوء في أصح قولي العلماء. وقد ذكرنا الأدلة الدالة على ذلك في شرح حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فالقول الصحيح أن المضمضة واجبة، والاستنشاق واجب، والاستنثار أيضا واجب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذين الحديثين، أن فيه استحباب أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فيه استحباب، فيه دليل على استحباب أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. وفي سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم تمضمض، عليكم السلام ورحمة الله، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر، انتبه، ثلاثا: يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. فإن قلت: وكيف نفعل بحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فأقول: هذا حديث ضعيف لا يقبل أهل الحديث مثله، لا يصحح أهل الحديث مثله. فإذا السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقهاء رحمهم الله تعالى حدوا الوجه المأمور بغسله في الآية وفي هذه الأحاديث بقولهم: ها، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، فلا عبرة بالأفرع والأقرع. الأفرع هو من نزل شعره على جبهته، والأقرع هو من انحسر شعره إلى مقدم رأسه. فإذا لا عبرة بالأفرع ولا بالأقرع، وإنما العبرة بالأغلب من الناس. فحد الوجه المأمور بغسله شرعا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طولا. طيب، عرضا؟ قالوا: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فكل هذا داخل في مسمى، داخل في مسمى الوجه. واختلف العلماء في العذار هل يدخل في مسمى الوجه أو لا يدخل. والعذار هو البياض بين الأذن والعارض، هو البياض الموجود بين صماخي الأذن والعارض عند من له شعر، عند من له شعر تجد بياضا بين الأذن والعارض، هذا يسميه العلماء العذار. اختلفوا هل هو من الوجه أو لا، والقول الصحيح أنه داخل في حدود الوجه المأمور به بغسله شرعا، لأن حقيقة الوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة، وهذا مما يحصل به المواجهة. واختلف العلماء في الأذنين هل تدخل في مسمى الوجه، على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح أنها لا تدخل في حدود الوجه، بل هي داخلة في حدود الرأس، لحديث يصح بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. وبالمناسبة اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: من العلماء من جعلها من الرأس مطلقا، ومن العلماء من جعلها من الوجه مطلقا، ومن العلماء من جعل باطنها من الوجه وظاهرها من الرأس. ولكن القول الصحيح وما ذكرته لك في نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنهما داخلان في حد الرأس. واختلف العلماء في الصدغين، وهما من حسر من جانبي الرأس، وهما من حسر من الشعر من جانبي الرأس هذه، ومنهم من تكبر ومنهم من تصغر. والقول الأقرب إن شاء الله أن الصدغين داخلان في مسمى الرأس،
داخلان في حد الرأس ليس في حد الوجه، ألا أصح قولي أهل العلم رحمهم الله؟ ومن فوائد هذا الحديث أيضا أيها الأحباب، ما الحكم إذا كان في الوجه شعر؟ ما الحكم إذا كان في الوجه شعر؟ فهل يجب غسله أو لا؟ أقول هذا فيه تفصيل، لأن الشعر في الوجه سواء كان شعر الحاجب أو شعر العارض أو شعر الذقن أو شعر الشارب أو شعر العنفقة، هذا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من ثلاث حالات، هذا الشعر في الوجه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون كثيفا، وإما أن يكون خفيفا، وإما أن يكون بعضه كثيف وبعضه خفيف. فأما إن كان خفيفا فيجب غسل ظاهره وباطنه، وأما إن كان كثيفا فيجب غسل ظاهره فقط ويسن تخليل باطنه. فإن قلت وما الحد في الخفيف والكثيف، فأقول حد الخفيف من الكثيف ما يصف لون البشرة تحته، فالشعر الذي ترى من دونه لون البشرة هذا يسمى خفيف، فيجب غسل ظاهره وباطنه. وأما إذا كان شعرا كثيفا بحيث لا ترى لون البشرة من تحته فهذا يسمى إيش؟ كثيف، فيجب غسل ظاهره ويسن تخليل باطنه. وأما إذا كان الشعر منقسما إلى خفيف وكثيف فيأخذ الخفيف حكم الخفيف ويأخذ الكثيف حكم الكثيف. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه بسند صحيح عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وفي سنة وعند الإمام أحمد وغيره، عفوا عند الإمام أبي داود وغيره، من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء، انتبه، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ويقول: بهذا أمرني ربي عز وجل. وفي حديث عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وفي حديث عائشة عند الحاكم بسند لا بأس به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء. إذن الأحاديث بمجموعها يدل على مشروعية التخليل في الشعر الكثيف، وأما الشعر الخفيف فيجب غسل ظاهره وباطنه. طيب، وما الحكم إذا كان شعر اللحية مسترسلا؟ فهل من تمام غسل الوجه غسل ما استرسل من اللحية؟ هل من تمام غسل الوجه غسل ما استرسل من اللحية؟ أقول نعم، من تمام غسل الوجه أن يغسل الإنسان ما استرسل من لحيته، لا سيما إذا كان استرسالها ليس بالطويل. من تمام غسل الوجه أن يغسل الإنسان ما استرسل من لحيته. ويستدل على ذلك بما رواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، ها، حتى مع الماء، عفوا، فإذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى خرج من وجهه كل خطيئة حتى ما يقطر من لحيته. والشك مني في هذا، حتى ما يقطر من لحيته. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غسل وجهه ولا تزال القطرات تنزل من أطراف لحيته فإن قلم التكفير لا يرفع عنه، مما يدل على أن غسل المسترسل من اللحية داخل في غسل الوجه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب التثليث في غسل الوجه، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في مسألة التثليث. ومن فوائده أيضا أن الواجب في غسل اليدين هو أن يصل الإنسان بالغسل إلى المرفقين، فيجب على المتوضئ أن يغسل يديه إلى المرفقين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المرفقين، هل يدخلان في حد غسل اليد أو لا؟ والقول الصحيح عندي أيها الإخوان أن هذا الخلاف حادث،
أن هذا الخلاف حادث، وإلا فقد تقرر عند الأولين الإجماع بأن المرفقين يدخلان في غسل اليدين. فقول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، يفيد أن المرفقين داخلان، يفيد أن المرفقين داخلان في غسل اليد المأمور بغسلها في كتاب الله جل وعلا. إذن نقول لقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين، ولكن ثبت خلاف بعض أهل العلم، لكن هذا خلاف قديم لا حادث، هذا خلاف حادث. فقد ثبت الخلاف فيه عن زفر وأبي بكر بن أبي داود، ولا عبرة بخلافهما لأنه مسبوق بالإجماع، ولا عبرة بخلافهما لأنه مسبوق بالإجماع. فالقول الحق في هذه المسألة هو وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، وهذه ليست مسألة خلافية، بل هي من مسائل الإجماع، بل إنها وهذا الإجماع مستند إلى الأثر والنظر، هذا الإجماع مستند إلى الأثر والنظر. أما من الأثر فروى الدارقطني في سننه بسند فيه ضعف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني تجاوز المرفق أو لم يتجاوزه، تجاوز المرفق ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المرفقين مما يدخلان في الغسل، وهذا هو المعروف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف حديثا يعارضه أبدا، لم يصح في عدم إدخال المرفقين في الغسل في غسل اليدين حديث، في غسل اليدين حديث. فإن قلت وما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة، لماذا اختلفوا مع أن الإجماع قديم، لكن من خالف، لماذا خالف؟ سبب الخلاف بين أهل العلم هو في حرف إلى وأيديكم إلى المرافق، اختلف العلماء في معنى إلى، فبسبب خلافهم في معناها هنا في هذه الآية اختلفت أقوالهم في هذه المسألة. وانتبهوا يا إخوان، الخلاف عن المتقدمين ولا المتأخرين، احفظوا هذا. فمن أهل العلم من قال إن إلى يراد بها انتهاء الغاية، من أهل العلم من قال إلى يراد بها انتهاء الغاية، يعني مثلا ذهبت من بيتي إلى بيت جاري، فيكون انتهاء ذهابي، يكون انتهاء ذهابي إلى حدود بيت جاري، أو سافرت من هذا البلد إلى هذا البلد، فيكون حدود انتهاء، غاية انتهاء سفري هو هذا البلد المسافر إليه. فالذين قالوا إن إلى هنا بمعنى انتهاء الغاية قالوا إذن المرفق لا يدخل في الغسل، فيكون منتهى غسل اليد إلى المرفق، إن أدخله فلا حرج، لكن ليس من باب الوجوب، وإنما من باب الاستحباب والاحتياط فقط للخروج من خلاف العلماء. لكن أما أنه يجب، لا، لأن إلى هنا معناها عندهم انتهاء الغاية. والقول الثاني في إلى أنها بمعنى مع، أنها بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق معناها إيش؟ وأيديكم مع المرافق. وبسبب خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى إلى هنا اختلفوا في هذا الحكم. والقول الصحيح في هذه المسألة في معنى إلى أنها تأتي بمعنى انتهاء الغاية أحيانا وتأتي بمعنى مع أحيانا، أنها تأتي بمعنى انتهاء الغاية أحيانا وتأتي بمعنى مع أحيانا. لكن هنا هل هي بهذا المعنى أم بهذا المعنى؟ نقول هنا بمعنى مع، ولا شك عندنا في ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا لأمرين، لأمرين، الله جل وعلا قال وأيديكم إلى المرافق، فهنا يحتمل الأمر أن المرافق تدخل أو لا تدخل. طيب، والمبين لنا شريعتنا صلى الله عليه وسلم لما جاء يغسل يده أدخل المرفق أم لم يدخله؟ أدخله. فإذا فعله هذا بيان لإيش؟ للقرآن، وبيان لإجمال القرآن.
فإذا المبين لنا بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء يطبق هذا الأمر القرآني أدخل مرفقيه في غسل يديه، مما يدل على أن إلى هنا بمعنى مع، إذن ببيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خذ دليلا آخر، وهو أن أهل اللغة فصلوا في إلى، فقالوا إنها تكون بمعنى مع إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وتكون بمعنى انتهاء الغاية إذا كان ما بعدها يختلف عما قبلها. الآن الله جل وعلا قال وأيديكم إلى المرافق، المرافق داخلة في حد اليد ولا لا؟ داخلة في حد، فهي من جنس اليد، فهي من جنس اليد. فإذا ليست ليس المرفق في الرأس ولا في الكتف ولا في البطن ولا في الحوض ولا في الرجل، وإنما هو داخل في حدود اليد. فما جاء بعد إلى وهو قول الله جل وعلا المرافق يدخل في جنس ما قبلها، وهو قوله أيديكم، قال وأيديكم إلى المرافق، والمرافق داخلة في جنس اليدين. فدل ذلك على أن إلى هنا بمعنى مع للدليل الأثري وهو بيانه صلى الله عليه وسلم، وللدليل النظري وهو ما قاله ما قرره أهل اللغة في إلى في إتيانها بهذا المعنى تارة وبهذا المعنى تارة. طيب قول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى هنا بمعنى مع ولا بمعنى انتهاء الغاية؟ لماذا؟ النهار. طيب لا, لا لا أريد هذا، ولكن انظر ما بعدها لفظة إيش ما بعد إلى الليل، ما بعدها إيش؟ ها ليل، وما قبلها نهار، وجنس الليل يختلف عن جنس النهار. فإذا ما بعدها ليس من جنس ما قبلها، فيكون هنا بمعنى انتهاء إيش الغاية. طيب قول الله ولا يكفي هذا حتى لا نطيل، المهم من الأمثلة كثيرة فيها. فالحق فالقول الصحيح في إلى أنها تكون بمعنى مع إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، داخلا في جنس ما قبلها، وأنها تكون بمعنى انتهاء الغاية إذا كان ما بعدها ليس داخلا في جنس ما قبلها. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما الحكم لو كانت يد الإنسان مقطوعة؟ ما الحكم لو كانت يد الإنسان مقطوعة؟ أقول لقد تقرر في القواعد بإجماع العلماء أن الواجبات منوطة بالقدرة وأنها تسقط بالعجز، وهذا القطع لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون قطعا دون المرفق، وإما أن يكون قطعا فوق المرفق، وإما أن يكون قطعا من المرفق، ثلاثة أقسام. أما إذا كانت اليد مقطوعة دون المرفق فالواجب عليه أن يغسل ما بقي من اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو الآن يستطيع أن يغسل هذا الجزء الذي بقي من فرضه. ولأن هناك قاعدة طيبة تقول الميسور وهو الباقي لا يسقط بالمعسور وهو الذي ذهب، يعني غسل ما هو مقطوع، غسل ما هو مقطوع هذا معسور، طيب وغسل ما بقي ميسور، إذن لا يسقط هذا الميسور بذهاب بإيش بهذا المعسور. فإذا أنت يجب عليك أن تفعل ما تيسر لك من 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 حكم الشرعي، فلا يكلف الله جل وعلا نفسا إلا وسعها. وأما إذا كان القطع فوق المرفق، فوق المرفق من جهة الكتف، فهذا قد سقط محل الفرض بالكلية فلا يجب عليك شيء أبدا. بعض أهل العلم قالوا يستحب أن يبل يده ويمسح رأس العظم، نقول هذا ليس بصحيح، لأنه استحباب، والاستحباب حكم يجب إجماع الشرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. طيب وأما إن كان القطع من المرفق فحينئذ قد سقط محل الفرض كاملا،
الذراع ورأس المرفق، لأن القطع من المرفق، لم يبق شيء من المرفق أبدا. وهنا أيضا استحب بعض أهل العلم أن يبل يده أو يأخذ حفنة مما ثم يغسل بها رأس العضد، وأيضا هذا استحباب يحتاج إلى دليل، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن من الناس من إذا جاء يغسل يديه إلى المرفقين يبدأ في غسلهما من الزند من الساعد، يبدأ في غسلهما من مفصل الكف، وهذا خطأ، بل يجب عليه أن يعم يده كلها بالغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق. طيب أوليس قد غسل يديه ثلاثا في أول الوضوء؟ الجواب نعم، ولكن هذا غسل مسنون، والمسنون لا يسقط الفريضة، المسنون لا يسقط الواجب، فيجب عليك أن تعيد غسلهما بالماء مرة أخرى إذا جئت تغسل يديك إلى المرفقين. فإذا قول الله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق لا يقصد بها من مفصل الكف إلى المرفق، لا، وإنما يقصد بها اليد كاملة. وأما غسلها في أول الوضوء فإنه غير مجزئ عن هذا الواجب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه مشروعية مسح الرأس، وقد أجمع العلماء على أنه فرض من فروض الوضوء، فيه مشروعية مسح الرأس، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه فرض من أن مسحه فرض من فروض الوضوء، ولكن اختلفوا في القدر المجزئ منه، اختلفوا في القدر المجزئ في مسحه أو من مسحه على أقوال كثيرة، فمنهم من اجتزأ باليسير، ومنهم من اجتزأ بالربع، ومنهم من أوجب تعميمه بالمسح. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو وجوب تعميم الرأس بالمسح إن كان مكشوفا، هو وجوب تعميم الرأس بالمسح إن كان مكشوفا، فيجب عليك أن تعمم رأسك بالمسح إذا كان مكشوفا. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينخرم، فإنه توضأ في حالتين، توضأ ورأسه مستور بالعمامة الخمار، وتوضأ ورأسه مكشوف، ولا يحفظ عنه في حديث واحد حال كون رأسه مكشوفا أنه اجتزأ ببعض مسح رأسه، بل جميع الأدلة الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أنه كان يعمم رأسه بالمسح. فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهو الآن يبين قول الله جل وعلا إيش؟ وامسحوا برؤوسكم. طيب كلمة وامسحوا برؤوسكم تفيد الوجوب، إذن يكون الفعل الذي بينها يفيد الوجوب، لأن الفعل إذا كان بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكم هذا المجمل، فإن كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي بينه يفيد الوجوب، وإن كان القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بينه يفيد الاستحباب. فقوله وامسحوا برؤوسكم بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعميم رأسه بالمسح. وروى أبو داود في سننه بسند حسن من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، انتبه، ومسح برأسه، فمسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه مسحة واحدة. إذن هذا فيه نوع تعميم. وفي حديثها الآخر في رواية أبي داود الأخرى قالت فمسح الرأس كله، فمسح الرأس كله. نعم طريقة المسح سنة، لكن أما تعميم المسح فهو الواجب. إذن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في حال كون رأسه مكشوفا لم يذكروا أنه كان يقتصر على مسح شعرة أو ثلاث شعرات كقول بعض الشافعية، أو كان يقتصر على ربع الرأس كقول الحنفية،
أو كان يجتزئ بنصفه كقول بعض أهل العلم، وإنما كان المعهود من حاله أنه كان يمسح رأسه كله صلى الله عليه وسلم، وفعله هذا بيان للمجمل في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، فدل ذلك على أن التعميم هو الواجب، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم. طيب ما سبب خلاف العلماء في هذه المسألة؟ بعضهم قال بعضها، حتى الشافعي يقول لو مسح ثلاث شعرات أجزأ، بعض الشافعي يقول لو مسك ثلاث شعرات ومسحها أجزأ، وهذا يعني بعيد عن الصواب. ما سبب خلافهم؟ قالوا سبب خلافهم في حرف الباء في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. حرف الباء هنا ما الذي يفيده؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفادته، واختلفوا في هذا الحكم بناء على اختلافهم في حرف الباء. فمنهم من قال إن الباء تفيد التبعيض، إن الباء تفيد التبعيض كقولك مسحت بالجدار، هل يفهم أحد من هذا أنك عممت أجزاء الجدار كلها بالمسح؟ الجواب لا. أو تقول مسحت بجسدي، يعني مسحت يدي بجسدي، ها رحمك الله، فهنا ما يتصور أنك مسحت جسدك كله وإنما بعضه. وهذا مذهب الشافعية في حرف الباء هنا، يقولون إن الباء هنا للتبعيض. ولكن رد عليهم الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقول الشوكاني رحمه الله لم يثبت كونها أي الباء للتبعيض، انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه ينقل عن أهل اللغة أنهم لا يعرفون مجيء الباء بمعنى التبعيض. وقد أنكره سيباويه رحمه الله تعالى في 15 موضعا من كتابه، في 15 موضعا من كتابه أنكر أن تأتي الباء، أن تأتي الباء للتبعيض. وقال ابن برهان وهو إمام من أئمة اللغة من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لا يعرفه أهل اللغة، من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء بشيء أو بأمر لا يعرفه أهل اللغة. والقول الثاني في معاني الباء أنها بمعنى الإلصاق، مسحت بالجدار يعني مسحت الجدار ملصقا يدي به، وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوها حال كون أيديكم إيش؟ أو أيديكم ملصقة بها. مسحت برأس اليتيم يعني ألصقت يدي برأسه عند المسح، فهي تفيد عدم وجود الحائل، فهي تفيد عدم وجود الحائل، وإنما مباشرة اليد للرأس، أو مباشرة اليد لرأس اليتيم، أو مباشرة اليد للجدار. فالباء هنا بمعنى الإلصاق، وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول أكثر أهل اللغة، وهو القول الصحيح في هذه المسألة، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا قضية الباء للتبعيض أو لغير التبعيض هذه ليست أصلا، ها هذه ليست أصلا بشيء، لأنها لا تكون للتبعيض، وإنما لا تأتي إلا للإلصاق. نعم هناك معان أخرى للباء كالسببية وغيرها، لكن سبب خلافهم هنا هو في هذين المعنيين. فمن قال إنها للتبعيض قال يجزئ مسح بعض الرأس، ومن قال إنها للإلصاق قال يجزئ، عفوا، قال لا بد من مسح الرأس كله. وإذا اختلفنا في شيء فنرد هذا الخلاف إلى من يا إخوان؟ إلى النبي صلى الله عليه، إلى الله ورسوله. فلما رأينا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه لرأسه وجدنا أنه لا يقتصر على مسح بعضه، لا يقتصر على مسح بعضه. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وجوب تعميم الرأس بالمسح. طيب قالوا لا يعرف من حاله صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض رأسه، نقول لا. قالوا لا مو صحيح، بل ثبت وين؟ قالوا اسمع، في صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. إذن كم مسح من الرأس الآن؟ بعض رأسه، وهو
الناصية فقط. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة فهذا دليل على الاقتصار على مسح الرأس. نقول هذا لا يشكل علينا. لماذا يجمع؟ لأننا قسمنا الرأس إلى كم قسم؟ إلى حالتين، إلى حالة كونه مكشوفا وإلى حالة كونه مستورا. أما إذا كان مكشوفا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح إلا حالة واحدة، حالة واحدة وهي تعميم الرأس بالمسح، ما ثبت عنه في غير هذا أبدا. وأما في حال كونه مستورا فقد ثبت عنه ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه كلها حسنة صحيحة مليحة، وهي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. فمن السنة أن تفعل هذا الوجه تارة وهذا الوجه تارة وهذا الوجه تارة. متى؟ إذا كان رأسك مستورا. الأولى الاقتصار على مسح أكثر العمامة، الاقتصار على مسح أكثر العمامة من غير مسح لا للناصية ولا لغيرها، وإنما المسح على العمامة فقط على أكوار العمامة. يدل على ذلك حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة والخفين. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. هل قالوا على الناصية؟ وإنما اقتصر في المسح على الخمار. وفي حديث ثوبان قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. ما العصائب؟ يعني العمائم والتساخين، والتساخين يعني الخفاف، لأنه إذا لبسها الإنسان سخنت قدمه، والتساخين يعني الخفاف. والأدلة في ذلك كثيرة، والمسح على العمامة وحدها هو الحق وإن كان خلاف قول الجمهور. والمسح على العمامة وحدها هو الحق وإن كان خلاف قول الجمهور، لأن الجمهور يقولون لا يجوز المسح على العمامة، ولكن القول الحق هو ثبوت المسح على العمامة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة عجيبة يا جماعة. الأولى. الحالة الثانية أن يمسح على العمامة ومقدم الرأس، أن يمسح على العمامة ومقدم الرأس، يعني زاد على الحالة الأولى إيش؟ مقدم الرأس. ودليل هذه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا وجه من هذا وجه ثاني. طيب الوجه الثالث أن يقتصر الإنسان على إيش؟ على إدخال يديه ومسح مقدم الرأس فقط، أن يقتصر الإنسان على أن يرفع العمامة قليلا ويمسح مقدم الرأس فقط. هل يكمل على العمامة ولا ما يكمل؟ لا ما يكمل. ودليلها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي رأيت النبي، الحديث الذي ذكرته قبل قليل، قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. إذن كم صار من وجه عندنا؟ ثلاث. الأول أن يقتصر على مسح العمامة، الثاني أن يمسح العمامة ومقدم رأسه يعني الناصية، الثالثة أن يقتصر على مسح مقدم رأسه، وكلها ثبتت بالأحاديث ذات الأسانيد الجيدة، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فنجمع بين هذه الأدلة الثلاثة بأن نجعل كل واحد منها يدل على حال صفة غير الصفة التي يدل عليها الحديث الأول. الإمام ابن القيم رحمه الله قال بل هي وجهان فقط، أن تمسح على العمامة فقط أو تمسح على العمامة ومقدم الرأس. طيب والاقتصار على مسح الناصية؟ أنكره ابن القيم قال لا. طيب والحديث الموجود فيه؟ قال أنس رضي الله عنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه
ولم ينفي أنه كمل على العمامة. نقول نحن لنا الظاهر وهو أن أنس يقول ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد كمل المسح على العمامة لتوفرت الهمم والدواعي ها على نقله كما نقل الرواة ذلك في أحاديث أخرى. فإذا ظاهر الحديث هنا الاقتصار على مسح الناصية، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ما أدري تشعبت المسائل عندكم؟ تشعبت ها؟ ولا واضح؟ الرأس كم له من حالة؟ حالتان، الأش ثلاث، حالتان أبو رأسين، حالتان. الحالة الأولى أن يكون مستورا، عفوا أن يكون مكشوفا، والثاني أن يكون مستورا. إذا كان مكشوفا هل تتعدد الحالات ولا حالة واحدة فقط؟ إنما هي تعميم جميع الرأس بالمسح. طيب إذا كانت إذا كان مستورا ففيه ثلاث صفات، الصفة الأولى الاقتصار على العمامة، الثانية نعم معها مع مقدم الرأس العمامة مع مقدم الرأس، والثالثة الاقتصار على مسح الناصية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تكرار مسح الرأس، هل يشرع تكراره أم أن السنة أن يقتصر الإنسان على مسحة واحدة؟ هل من السنة تكراره أم المشروع أن يقتصر الإنسان على مسحة واحدة؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له، يغفر لعامة جميع علماء المسلمين، وهو أن السنة الاقتصار في مسحة واحدة على الرأس. هذه السنة أن يقتصر في مسح الرأس على مسحة واحدة، وهو المشهور المعروف عندنا. والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثري فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر في مسح رأسه على مرة واحدة، وذلك في عدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه مرة، وهو حديث صحيح. ومسح برأسه مرة وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة. أنا قلت في الصحيحين يا جماعة، لا أخطأت، في رواية البخاري، هذه ليست في مسلم وإنما هي في رواية البخاري. كلمة مرة واحدة هذه انفرد بها الإمام البخاري وناهيك به، يعني هي صحيحة، هي صحيحة لا غبار عليها. الحديث الثالث الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه مرة واحدة، وهي رواية حسنة، وهي في سنن أبي داود بسند حسن، وهي في سنن أبي داود بسند حسن. وفي سنن النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. فهذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في مسح رأسه على واحدة. هذه أحاديث نصية ولا لا يا جماعة؟ وهناك أحاديث استنباطية، وهي أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون التثليث في غسل اليدين، ويذكرون التثليث في غسل الوجه، ويذكرون التثليث في المضمضة والاستنشاق، ويذكرون التثليث في غسل اليدين، ثم إذا جاء الرأس قالوا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، فينصون على التثليث في سائر أعضاء الوضوء إلا في إيش؟ فهذا يستنبط منه ويستفاد منه
أن التكرير في مسح الرأس لم يحفظ، لم يحفظ. واعلموا وفقنا الله وإياكم أن جميع الأحاديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر مسح رأسه ثلاثا فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة، أو صريحة غير صحيحة، أو صريحة غير صحيحة. والحديث لا يقبل إلا إذا توفر فيه الأمران الصراحة والصحة. يقول أبو داود رحمه الله تعالى: أحاديث عثمان الصحاح، يعني في صفة الوضوء، حديث عثمان في صفة الوضوء. يقول فيه أبو داود رحمه الله: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، مرة واحدة، لأنه ورد في حديث عثمان ثلاثا ولكنها شاذة، خالف بها الثقات. وكذا قال ابن المنذر في الأوسط بأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه أنه مرة واحدة. فإذا القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن التثليث ليس بسنة في الرأس، بل السنة أن يقتصر الإنسان فيه على مسح واحد. فهذا بالنسبة للدليل الأثري. طيب الدليل النظري، الدليل النظري عندنا قاعدة شرعية ثبتت باستقراء الشريعة، وهي أنه لا تكرار في الممسوحات. جرت عادة الشرع أنه لا تكرار في الممسوحات إلا بدليل. أي شيء ممسوح فقد جرت الشريعة، عادة الشريعة أنه لا تكرار فيه. فقد جرت عادة الشريعة أنه لا تكرار فيه. من ذلك مثلا المسح في التيمم، هل في التكرار ولا ما في التكرار؟ عجيب يا جماعة. طيب المسح على الخفين، مع أن الرجل تغسل ثلاثا ترى، لكن لما جاء المسح واحدة، المسح واحدة. وكذلك مسح الجبيرة، لو كان على الإنسان جبيرة كم السنة أن يمسحها من مرة؟ قالوا وتمسح الجبيرة مرة ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا. إنما ورد التكرار في المسح في فرع واحد في الشريعة فيما نعلمه، وهو في الاستجمار. الاستجمار بالحصى مسح ولا لا؟ وورد وجوب إيش؟ ثلاث مسحات. ولذلك قلنا لا تكرار في الممسوح إلا بدليل. طيب الرأس من الممسوحات ولا من المغسولات؟ الجواب من الممسوحات، فحينئذ نطبق عليه هذه القاعدة، وهي أنه يقتصر فيه على مسحة واحدة لأنه لا تكرار في الممسوح. ولأننا لو كررنا المسح عليه لخرج مخرج الغسل، لأن المسح إذا كرر على العضو الواحد صار إيش؟ صار بلله كبلل الغسل، والشريعة لا تريد أن يكون الرأس مغسولا، الشريعة لا تريد أن يكون الرأس مغسولا للعسر والمشقة في تنشيفه، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن الرأس يعسر تنشيفه. ولذلك ربما تجلس المرأة في تنشيف شعرها زمنا طويلا ومع ذلك لا يتحقق كمال التنشيف إلا في الظاهر فقط. فمن باب التخفيف والتيسير من الله جل وعلا لعباده، ولأن بعض الناس قد تكون شعورهم كثيفة، فلو كان المشروع فيها الغسل لعسر ذلك وشق على المكلفين، والمشقة تجلب التيسير، فيسر الله على المكلفين بأن جعل المشروع فيه المسح لخفة الماء أو خفة البلل التي يكون بالمسح. فلو قلنا إن المشروع تكرار المسح، تكرار المسح، لكان ذلك شبيها بإيش؟ بالغسل، فلا تتحقق الرخصة الشرعية فيه. واضح؟ واضح فان. فلا تتحقق عندك إشكال؟ إيه؟ فلا تتحقق الرخصة الشرعية فيه. فلا تتحقق الرخصة الشرعية فيه. طيب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث، وأن وصلنا يا جماعة كم؟ ها؟ ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، أن فيه دليلا على أن
فرض الرجلين هو الغسل لا المسح. وهذا في قول عامة أهل السنة والجماعة إلا من شذ. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول المعروف عن أهل السنة أنه أن الرجلين تغسل. والقول الثاني المعروف عن الرافضة والخوارج أنها تمسح. وفي قول ينسب للطبري وفيه قول منسوب للإمام الطبري رحمه الله وهو التخيير بين الغسل والمسح والقول الحق في هذه المسألة هو أن الرجل تغسل. وقد ذكرنا أدلة ذلك في قول عند شرحنا لحديث ويل للأعقاب من النار، أليس كذلك يا جماعة؟ فهذا هو الحق في هذه المسألة أنها تغسل. لكننا نريد أن نتعرف لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة قد ذكرنا سابقا أن سبب خلاف العلماء في هذه المسألة هو خلافهم في قراءة سبعية متواترة، وهي قراءة وأرجو لكم، يعني بالكسر. أما بالفتح ما في أشكال، وهي أنها تغسل، لكن قالوا وأرجو لكم، فتكون مع الكسر معطوفة على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، فتكون الأرجل ممسوحة، لأن العطف يقتضي الاتفاق في الحكم. وقد ذكرنا سابقا أن هذا ليس بصحيح، بل القول الحق أن في الرجلين أنها تغسل. طيب، وأما تخريج قراءة الكسر فإنها تدل على مشروعية مسح الخفين، لأن قراءة الفتح تدل على وجوب الغسل، وقراءة الكسر تدل على وجوب المسح. والمبين لنا صلى الله عليه وسلم بين لنا الحالتين جميعا، فكان يغسل إذا كانت رجله مكشوفة، وكان يمسح إذا كانت رجله مستورة، ولا نقول غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الكعبين، هل يدخلان في غسل الرجلين؟ اختلف العلماء في الكعبين، وهما العظمان الناتئان عن يمين القدم وشماله من الجهتين. والقول الحق في هذه المسألة هو وجوب إدخالهما في الغسل، وأن الخلاف في هذه المسألة حادث. وأما الأوائل فقد أجمعوا، فقد نقل عنهم الإجماع، نقله الشافعي وغيره من أهل العلم، أنهم أجمعوا على أن الكعبين يدخلان في غسل الرجلين. إذن نقول في هذه المسألة كما قلنا في إيش؟ المرفقين، أن خلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة خلاف حادث، وأن الإجماع القديم ثابت فيها. فإذن الخلاف الثابت عن بعض الفقهاء في هذه المسألة لا عبرة به ولا يعول عليه، لأنه مسبوق بالإجماع. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذين الحديثين أقصد، أن فيها بيان بعض صفات الوضوء، فأقول وبالله التوفيق، إن الله جل وعلا قد شرع لنا الوضوء على عدة صفات. الصفة الأولى أن نتوضأ مرة، وعلى ذلك ما في حديث البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. طيب، الصفة الثانية مرتين، يعني تغسل يديك مرتين، وتتمضمض مرتين، وتستنشق كذلك مرتين، وتغسل وجهك مرتين، إلى آخر أعضاء الوضوء مرتين. والدليل على ذلك ما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. طيب، الصفة الثالثة ثلاثا، والدليل على ذلك حديث عثمان المذكور عندنا هنا وفي رواية مسلم أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: بلى. قال: فتوضأ ثلاثا. الصفة الرابعة أن يتوضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين، وهذا أخذناه من حديث عبد الله بن زيد الثاني، قال: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق ثلاثا،
بثلاث غرفات. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. فهنا بعض نوع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الغسل في بعض الأعضاء ثلاثا وفي بعضها مرتين. فإذا هذه كم صفة؟ كم صفة يا جماعة؟ أربع صفات: مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فمن المشروع لك أن تتوضأ على كل هذه الصفات في أوقات مختلفة. نعم، الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يثلث، اجعل أكثر أحوالك التثليث، لكن لا تنسى تلك الصفات فإنها مشروعة حتى لا ينسى الشرع ولا ينكر الناس هذه الصفة إذا رأوا من يطبقها بعد بعد العهد بها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الزيادة على الغسلات الثلاث، هل يشرع أربعا؟ اختلف العلماء في الزيادة على الثلاث، والقول الحق في هذه المسألة التحريم، أنه لا يجوز، بل هو من البدع والتنطع الذي لا يجوز ولا ينبغي. وأما أهل الوساوس والأوهام الشيطانية أسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم، فإنهم قد بلغوا الغاية والنهاية في هذا الباب، فربما يتوضأ الواحد منهم ويغسل بعض أعضائه 10 مرات أو أكثر، ولا يزال يظن أن فيها حدث لم يرتفع الحدث إلى الآن. ولكننا نتكلم عن أصحاب التفكير السليم والنفوس الطيبة التي ليست بمريضة، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز في عدد غسلات الوضوء على ثلاث، لأنه أكثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو زدت لوقعت في خطر عظيم. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمره، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. ولأن الذي يزيد على الثلاث ربما يقع في ذهنه أنه يريد زيادة التطهير وزيادة التعبد، فيظن أنه جاء بشيء من التعبدات أو التطهير لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل نفسه في منزلة أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك رحمه الله يسأله عن الإحرام قبل الميقات، يسأله يريد أن يحرم قبل ما يصل للمواقيت، قال: لا أرى ذلك، وإنما تحرم إذا وصلت الميقات. قال: يا إمام، وإنما هي بضع خطوات يعني أزداد فيها من الخير، إنما هي بضع خطوات أزداد فيها من الخير. فقال: هذا هو، ليست القضية قضية خطوات، وإنما القضية أن ترى أنك جئت بشيء من الخير لم يأتي به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو كان الإحرام قبل المواقيت من الخير لكان هؤلاء الثلة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أسبق إليه منه. نحن لسنا يهودا نقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا، بل نقول لو كان هو من الخير لسبقونا إليه، لكن لم يفعلوه، والمشرع لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه في سننه بإسناد حسن من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، يعني أراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والإساءة والتعدي والظلم كلها من الأفعال المحرمة في شريعة رب العالمين. فإذا الزيادة على الثلاث لا تجوز في الوضوء، وإنما غاية المنتهى الذي وصلنا عن المشرع لنا صلى الله عليه وسلم إنما هي الاقتصار على ثلاث غسلات، ومن لم يطهره الثلاث غسلات فلا طهره الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس، أن فيه دليلا على استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس.
أنه يدل على استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس. وفيها خلاف بين العلماء، قالوا لأن غسل اليدين في الغالب يبقي في اليدين بلة، ها، والرأس فرضه الغسل ولا المسح؟ فبما أن فرضه المسح فتكفي تلك البلة التي في اليدين. نقول هذا وإن أجزأ ولا حرج فيه، لأن المقصود هو المسح، فإذا تحقق مسمى أجزأ، لكن السنة هي إعادة البلة مرة أخرى وتجديد البلة مرة أخرى. والدليل على ذلك ما في حديث عبد الله بن زيد الثاني، وهو قال وقول ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه. أين الشاهد؟ ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، مما يدل على أن السنة هي أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. طيب هل من السنة أن يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين أيضا؟ أن يمسح الأذنين بماء الرأس؟ اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال يأخذ ماء جديدا، ومنهم من قال لا يأخذ. الذين قالوا يأخذ ماء جديدا استدلوا بما رواه الإمام أحمد رحمه الله، استدلوا بما رواه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن زيد، هذا من حديث عبد الله بن زيد قال ومسح قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، وهذا عند البيهقي. قال الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام قال وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ، يعني وهو الصحيح، يعني كأن الحديث الأول منقلب على الراوي، كأن الحديث الأول منقلب على الراوي، فالراوي أخطأ فيه، قال وأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، هذه رواية البيهقي، لكن لما جاء مسلم رواية مسلم قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، قال الحافظ وهو المحفوظ. والمحفوظ يعني إيش؟ يعني أنه المعروف الذي اعتمده الثقات. طيب وما قابل المحفوظ يسمى شاذ، وما قابل المحفوظ يسمى شاذ. فإذا رواية عبد الله بن زيد هذه عند البيهقي رواية شاذة، لأنه خالف الثقة بها سائر الثقات الذين رووا هذا الحديث عن عبد الله بن زيد. إذن القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح في هذه المسألة هو أن السنة أن تمسح الأذنين بما إيش؟ بماء الرأس، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه جواز الوضوء من آنية النحاس، أن فيه جواز الوضوء من آنية النحاس، لأن عبد الله بن زيد قال فأخرجنا له ماء في تور من صفر، نعم، أن فيه دليلا على جواز الوضوء من آنية النحاس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على أن الوضوء والطهارة من جملة مكفرات الذنوب، أن الوضوء من جملة مكفرات الذنوب، فمن جملة ما تتحات به ذنوب العبد أن يتوضأ، وقد دلت الأدلة على ذلك، وهذا من رحمة الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء إلا خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. وأظن أننا ذكرنا هذا الأمر في بداية كتاب الطهارة في فضائل الطهارة، فيما أظن والله أعلم ذكرناه في بداية شرح كتاب الطهارة، أن من جملة فضائل الطهارة أنها كفارة للذنوب والخطايا، من جملة أنها كفارة للذنوب والخطايا. والدليل على ذلك ما في حديث عثمان الآن قال ما من من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لابد أن ننبه على أمرين، على أمرين. الأمر الأول أيها الأحباب أن هذا التكفير لا يدخل فيه تكفير الكبائر، وإنما هو خاص بتكفير السيئات الصغائر فقط، لا يدخل فيه تكفير الكبائر وإنما هو يكفر الصغائر. الأمر الثاني أن الأدلة دلت على أن تكفير الصغائر مشروط بإيش؟ مشروط بإيش؟
باجتناب الكبائر. يعني لا ينخدع الإنسان بهذا، والله يتقحم في الذنوب والمعاصي بما أن الوضوء يكفر، الحمد لله ماشي. لا، كما سيأتينا في فائدة خاصة إن شاء الله في زيادة، وإياكم أن تغتروا في زيادة هنا عندنا عند البخاري. إذن لا بد من التنبيه على هذين الأمرين، أن هذا التكفير الوارد في الحديث والمغفرة الواردة في الحديث إنما هي إيش؟ لصغائر الذنوب. الأمر الثاني أن الأدلة دلت على أن الصغائر لا تكفر إلا بإيش؟ باجتناب الكبائر. طيب ما الدليل على اشتراط اجتناب الكبائر؟ الدليل قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والاستدلال الأولوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما لم تغش كبيرة. فإذا كانت الصلاة وهي مقصود الوضوء، فإذا كانت الصلاة وهي أصلا مقصود الوضوء لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر، فكيف من الوضوء إلى الوضوء؟ لا جرم أنه من باب أولى، لأنه وسيلة هو. فإذا كان المقصود من الوضوء وهو الصلاة لا تكفر إلا الصغائر مع اجتناب الكبائر، فكذلك الوضوء من باب، فهمتم هذا الاستدلال؟ فكذلك الوضوء من باب أولى. فانتبهوا لهذا، وفقنا الله وإياكم لكل خير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، أن فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء لحديث عثمان هنا: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. يا سلام، فعلا خفيف وأجر عظيم. لكن وين أين الذي لا يحدث نفسه؟ وفي حديث بلال أيضا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ فإني دخلت الجنة فسمعت دفن عليك في الجنة. فقال، يعني يقول: حدثني بأرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا رأيت أن حقا علي أن أصلي ركعتين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهي التي تسمى ركعتي الوضوء أو ركعتي الطهارة. طيب، هل تفعل هاتين الركعتين في وقت النهي؟ فيما لو توضأ الإنسان بعد العصر أو توضأ الإنسان بعد الفجر، هل تفعل ولا ما تفعل يا جماعة؟ ذكرنا الجواب عنها في شرح قواعد بن سعدي، وهو أن هذا يختلف باختلاف نية المتوضئ. فإن كان قصده بالوضوء استحلال الصلاة في هذا الوقت فهذا محرم عليه، لا يجوز، لأنه نوى الحرام بوسيلة شرعية، نوى الحرام بوسيلة شرعية، لا يجوز، لا يصلي بعد شيء لأنه نوى استحلال الحرام بهذا الأمر. وأما إن كان توضأ عرضا كأن توضأ لإرادة قراءة القرآن أو للطواف ثم بدأ له أن بعد الوضوء أن يصلي ركعتين، فهل تجيزون له ذلك ولا لا؟ نعم، نجيز له ذلك، لأنها من ذوات الأسباب. والقاعدة عندنا في هذا الباب تقول: لا تطوع في وقت النهي إلا ما له سبب، لا تطوع في وقت النهي إلا ما له سبب. فذوات الأسباب تخرج عن جملة فذوات الأسباب تخرج عن جملة الصلوات المنهية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه كبير الورع المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة في الورع والخوف من الله جل وعلا في تبليغ العلم والاحتياط لشريعة رب العالمين. وأخذنا هذا من فعل عثمان، من قول عثمان أنه لما توضأ لم يقل هكذا كان وضوء رسول الله، وإنما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. أنتم معي هذا؟ لم يجزم بأن هذا الوضوء الذي أوقعه هو عين ذلك الوضوء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، من باب الورع والتحفظ في العلم والخوف من الله
وقيام وعظم الأمانة يعني واستشعار عظمة الأمانة في التبليغ. فأين هذا من حال أناس كثير قد لبسوا مسوح العلماء وتشبهوا بأشكال العلماء ثم هم يتكلمون في كبار المسائل ويثبتون تحليلا وتحريما لا خطام له ولا زمام، لا يتورعون ولا يخافون من الله ولا يستحون على أنفسهم، مع أنهم مفضوحون عند كثير من الناس، ولكن لا يزالون في غيهم يترددون، وفي بعدهم عن وفي قلة حيائهم يذهبون ويأتون، يتكلمون في المسائل العلمية تكلم الراسخين في العلم وهم والله لم يشموا رائحة العلم بأنوفهم، بل إننا لا نقبل كلامهم في العلف والبرسيم بين البهائم، لو قسموا علفا بين بهائم ما قبلنا كلامهم، ويتكلمون في صلواتنا وفي الصلوات وفي الفروج وفي الأعراض وفي الدماء وفي التحليل وفي التحريم وفي الإبطال وعدم الإبطال وهم والله ليسوا أهلا لذلك. فهذا دليل على قلة الورع. فكلما رأيت الإنسان شديد الورع وعظيم التحفظ في نقل العلم والتعليم كلما دل ذلك على أن هذا الرجل عنده تقوى وعنده إيمان، لأن من يتخبط في العلم خبط عشواء هذا دليل على قلة حيائه وذهاب تقوى. فلما توضأ عثمان لم يقل هذا هو الذي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، وإنما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا. وهذا والله قمة في الورع وغاية وغاية في استشعار الأمانة. وهذه ليست عادة عثمان فقط، لا بل هي عادة جمل يعني جل أصحاب النبي، عفوا عادة كل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك تجدون الواحد منهم أحيانا إذا روى الحديث لا يجزم به، بل يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في أحاديث كثيرة تعرفونها أو تعرفون طرفا منها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بل إن السلف كالإمام مالك رحمه الله كان إذا أفتى بفتيا ترتجف أطرافه ويقول بعد الفتيا هذا قولنا وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني كل هذا من باب الورع. فأين هؤلاء من الذين يجزمون ويقسمون على أشياء هم لم يتأكدوا منها، على أشياء لم يتأكدوا منها. فلا تغتروا بكل من ظهر بمسوح أهل العلم، ولو أنكم لا تغترون لما جلستم أمامي، لكنكم تغترون الله يهديكم بالمظاهر، لكنكم تغترون بالمظاهر فجئتم عن بكرة أبيكم لسماع هذا العلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب الخشوع في الصلاة، أن فيه استحباب الخشوع في الصلاة لقوله لا يحدث فيهما نفسه، فجعل التكفير والمغفرة مربوطة بإيش؟ بمسألة الخشوع. ولذلك لا يكتب لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فمن الناس من ينصرف ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال عليه الصلاة والسلام إلا عشرها رحمك الله. ومن الناس من ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها شيء. فليس لك من صلاتك يا ابن آدم إلا ما عقلت منها، فحاول أن تجاهد نفسك على إحضار قلبك وتدبر عقلك لما تقول وتقرأ في الصلاة، لأن مقدار الثواب ومقدار التكفير والمغفرة على مقدار الخشوع وحضور القلب في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يجب علينا أن ننظر له بنظرة اعتدال، وهي المسألة التي وعدتكم بها. فلا ينبغي أن توجب الغرور لبعض الناس، لأن بعض الناس إذا علم أن الوضوء يكفر جميع هذه الذنوب والخطايا فإن ذلك يوجب له الأمن من مكر الله والتقحم في الذنوب والمعاصي بحجة أن هذا الوضوء من جملة المكفرات. فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يجب أن ينظر له بنظرة اعتدال، فلا يوجب الغرور، لأن النبي صلى الله ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله في رواية البخاري ولا تغتروا، بعد هذا الحديث قال ولا تغتروا، يعني لا يوجب ذلك لكم أن تغتروا بالتقحم في الذنوب والمعاصي، لأن الله جل وعلا لأن التكفير مشروع، إنما هو محصور في تكفير الصغائر ومشروط باجتناب
ومشروط باجتناب الكبائر، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل أكثر في هذه المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا تنبيه على هذه الفائدة، وهي أن كون الوضوء سبب لتكفير الذنوب والخطايا لا يجب لك أن تغتر، لا يجب لك أن تغتر. لماذا قال لا تغتروا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يقول لا تغتروا لأن هذا التكفير مبني على قبول الصلاة، ومن الذي يعلم أن صلاته قد قبلت عند الله؟ إيش تغتر عليه؟ هذا التكفير الوارد في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا ليس على مجرد الوضوء والصلاة من غير قبول، لا، بل على وضوء مقبول وعلى صلاة مقبولة. ومن الذي يجزم جزما بأن وضوءه وصلاته قد قبلت؟ فإذا ينبغي للإنسان ألا يغتر، لأن هذا مبني على قبول الوضوء والصلاة، وأمر القبول من عدمه أمر غيبي، فلا يجوز أن يجزم به الإنسان، لأن الجزم بالأمور الغيبية في مثل هذا نوع أمن من مكر الله ونوع اطمئنان. وما الذي يعني أعطى، ومن الذي أعطاك عهدا أو وحيا أو أبلغ إليك وحيا بأنك من جملة المقبولين في هذه الصلاة أو ما تدري؟ فإذا ينبغي للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو فضل الله ولكن يخاف نقمته وعقوبته. أيضا الأمر الثاني قوله لا تغتروا لأن هذا التكفير ليس للكبائر وإنما هو للصغائر فقط، فما الذي يوجب الغرور؟ لا تغتر بهذا الحديث، ولا يوجب لك الأمن الكامل أن تقع في شيء من معاصي الله بسبب نظرتك لهذا الحديث، لا، لأن هذا التكفير ليس التكفير للذنوب كلها وإنما التكفير للصغائر فقط. يقول العلماء أيضا ولا تغتروا لأن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، إن كونك تقع في كبيرة واحدة هذا معه خلاص، ظاهر الأحاديث أنها تكون مانعة من تكفير الصغائر. ومن الذي يسلم؟ كذلك هناك أمر رابع، لا تغتروا لأن كثرة الصغائر والإصرار عليها يحولها إلى إيش؟ كبيرة، فهي صغائر لكن ما تدخل في التكفير لأنك مصر عليها، فهمت هذه؟ يعني مثلا صغيرة تكررها دائما فهذه ما تدخل في التكفير، لماذا؟ لأن بالإصرار عليها صارت كبيرة، والتكفير مشروط بإيش؟ بترك الكبائر، وإنما هو عفوا والتكفير إنما يكون للصغائر، وصغيرتك هذه لم تعد صغيرة وإنما صارت كبيرة. وبالمناسبة فاعلموا أن الصغائر تنقلب كبائر بخمسة أسباب، تنقلب الصغائر كبائر بخمسة أسباب. السبب الأول صدورها ممن يقتدى به، فإذا صدرت تلك الصغيرة ممن يقتدى به فإنها تكون في حقه عظيمة كبيرة، ولذلك الصغائر عند أهل العلم المقتدى بهم ليست صغائر لأنه يقتدى بهم، المفروض أنهم يصيرون من أورع الناس وأبعد الناس عن اقتراف مثل ذلك. فصدور هذه الصغيرة من العالم تحمل في القبح والذم ما تحمله الكبيرة، فإذا صغيرة العالم كبيرة صدورها ممن يقتدى به، أما صدور الصغائر من عامة الناس فالأمر فيها لا يرفعها إلى كونها كبيرة، لكن صدورها ممن تشرئب له أنظار الناس ماذا يقول حتى يتعبدوا لله بقوله، بماذا يفتي حتى يتعبدوا لله بفتياه، ماذا يقول من العقائد حتى يسطروها في عقائد الأمة، ثم يقدم على شيء من الصغائر أو يتساهل فيها فإن صدورها منه يقلبها إلى كبيرة. السبب الثاني الإصرار عليها، الإصرار على الصغيرة ينقلها من كونها صغيرة إلى كبيرة، وهذا من أخطر ما يواجه من يرتكب شيئا من الصغائر، فإنه يستمرئها ويستمر عليها أزمنة طويلة ولا يحدث نفسه أحيانا بتركها ولا يفصلها بتوبة. يعني بعض الناس قد تصدر منه صغيرة لكنه يتوب منها ثم يقدم عليها غدا، هذا ليس بمصر، من يفصل بين الصغائر بتوبة هذا ليس بمصر، أما المصر هو أن يستمر عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر فاستغفرني قد غفرت له، ثم أذنب ثانيا ثم قال مثل ما قال في المرة الأولى وغفر له، ثم أذنب ثالثا وقال كما قال في المرة الأولى والثانية وغفر له. فإذا الإصرار هو
الاستمرار من غير فصل توبة، وليست فصل توبة حتى يعني حتى تخادع الله جل وعلا بأن هذا نحتاج إلى توبة الآن حتى لا نكون مصرين ثم سنرجع مع العزم على الإقدام عليها مرة أخرى. لا، هلا، لأن من شروط التوبة الصادقة العزم على عدم العودة. نقدر يا أخوان، وكلامي واضح؟ طيب، السبب الثالث الاستهتار بها والاستهانة بها واستصغارها، واستصغار في بعض الناس يتجرأ على المعصية ولو كانت صغيرة مستهترا، لا يقوم في قلبه مقام الحياء من الله، ولا يقوم في قلبه مقام الخوف من عقوبة الله، يفعلها كما يفعل الأشياء الواجبة أو كما يفعل الأشياء الحلال، بل لو فاتته ربما يحزن قلبه أكثر من فوات الصلاة الفريضة، لو فات فعلها أو فات زمنها ولم يفعلها فتجد في قلبه تحسرا وشوقا وشوقا لمواقعتها أكثر من فوت تحسر قلبه وندم نفسه على فوات شيء من الصلوات. هذا دليل على استهتاره به. ولذلك أنت لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة الرب جل وعلا الذي عصيته وخالفت أمره. فإذا الاستهانة بها والاستهتار بها والجرأة عليها دليل يقلبها من كونها صغيرة إلى كبيرة. الأمر الرابع تعظيمها بالزمان الفاضل، تعظيمها بالزمان الفاضل، يعني أن الصغيرة في مكة ليست صغيرة بل هي كبيرة. لما نقول الصغائر في رمضان أو في الأزمنة الفاضلة ليست كالصغائر في غيره، كما أن الطاعات والحسنات في العشر الأوائل مثلا من ذي الحجة ليست كالحسنات في غيرها. الأعمال الصالحة تضاعف ثوابها، كذلك الأعمال الطالحة والذنوب تضاعف كيفا لا كما بسبب فضل الزمان. فإذا فضل الزمان حسنته تضاعف وسيئته تضاعف، لكن حسنته تضاعف كما وكيف، وأما سيئته فلا تتعدد وإنما تضاعف في حجمها، لأن الله جل وعلا يقول من جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. طيب كيف تضاعف؟ تضاعف في كبرها وحجمها، فهي تضاعف كيفا لا كما. وأما الحسنات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهي تضاعف عددا وتضاعف كما. كذلك في رمضان الحسنة في رمضان ليست كالحسنة في غيرها، فكذلك السيئة أيضا في رمضان ليست كالسيئة في غيرها. فإذا صغائر الأيام الفاضلة، صغائر الأيام الفاضلة إيش؟ منزلة منزلة الكبائر، تكون كبيرة بسبب عظم الزمان. الأمر الخامس والأخير عظم المكان، عظم المكان، أن يكون المكان فاضلا. فإذا كان المكان فاضلا فالمعصية فيه ليست كالمعصية في غيره. مثلا المعصية في البقاع الثلاثة المشرفة مساجد، المعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في المدينة ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في المسجد الأقصى ليست كالمعصية في غيرها. وكلما كان المكان فاضلا كلما كانت المعصية فيه أعظم من غيرها. ولذلك كان بعض السلف يأبى أن يسكن في مكة أو يجاور في الحرم، لا كراهة للمجاورة وإنما خوفا من اقتراب شيء من إيش؟ من الذنوب أو المعاصي، ولو من محقرات الذنوب، فإذا هذه خمسة أسباب تجعل الصغائر كبائر. أعيدها مرة أخرى مختصرة: أولا صدورها ممن يقتدى به، الأمر الثاني الإصرار عليها، الأمر الثالث الاستهتار والاستهانة بها، الأمر الرابع تعظيمها بالزمان، الأمر الخامس تعظيمها بالمكان. فهذه الأشياء تجعل الصغائر كبائر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه. اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء ذكروا أن حديث النفس قسمان، أن حديث النفس قسمان. القسم الأول ما يهجم على النفس من غير اختيار صاحبه مع مدافعته لهذا الوارد، فهذا لا يضرك ولا ينقص من ثواب صلاتك ولا يكون مانعا من مغفرة الله لك. لماذا؟ لأنه حديث هجم على النفس ودافعته، حديث هجم على نفسك بسبب ما يلقيه الشيطان على القلب والعقل والروح ثم أنت دافعته، فهل هذا يدخل في قوله لا يحدث فيهما نفسه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس تحديثا لنفسه وإنما شيء ألقاه الشيطان على نفسه قهرا وهو دافعه، فهو لم يحدث نفسه بشيء وإنما حدثه شيطانه بهذه الأشياء. فإذا حديث النفس
الذي يهجم عليها من غير اختيار لصاحبها مع مدافعته، هذا هل يضر ولا ما يضر؟ الجواب لا يضر، ولا يحمل عليه لفظ الحديث أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. القسم الثاني الحديث الذي يكون باختيار الإنسان، الحديث الذي يكون باختيار الإنسان مما يسترسل معه ويرضى به ويزداد فيه مع القدرة على مدافعته، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث. إذن الحديث لا يحمل على الأحاديث حديث النفس الذي يهجم عليها، وإنما يحمل على حديث النفس الذي يستطيع الإنسان أن يدافعه عن نفسه. بل هذا يدل عليه أيضا ما اتفق عليه العلماء من أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا واجب مع العجز، فأنت لا يؤثر في صلاتك حديث النفس الذي لا شأن لك به ولا دخل لك فيه، وإنما يؤثر حديث النفس الذي يدخل تحت قدرتك وطاقتك ومدافعتك. أنتم معي هذا؟ تحت طاقتك وقدرتك ومدافعتك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، اعلموا رحمكم الله أن حديث النفس إما أن يكون حديثا في الدنيا، وإما أن يكون حديثا في أمر من أمور الآخرة. إما أن يكون حديثا بأمر من أمور الدنيا في بيع وشراء وأولاد ومقاضي، وإما أن يكون في أمر من أمور الآخرة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، هل يشمل الأمرين جميعا ولا يشمل أمرا دون أمر؟ هل يشمل حديث الدنيا وحديث الآخرة، أم هو مقصور على حديث النفس بأمور الدنيا فقط؟ أنتم فهمتم الإشكال هذا ولا لا؟ القول الصحيح عندي أنه مخصوص بأمور الدنيا فقط، أنه مخصوص بالحديث في بحديث النفس في أمور الدنيا، وأما تحديث النفس بأمور الآخرة فهو مطلوب في الصلاة أصلا، لأنك ربما تمر على آية عذاب فتحدث نفسك بما أعده الله من العذاب في جهنم، وتتصور العذاب وعظم العذاب. إذا مررت بالجنة تتأمل وتتدبر، إذا مررت بذكر الموت تتأمل حالك وتتأمل أوضاعك وتتأمل عظمة الله وتتأمل أسماء وصفاته. هل هذه من أمور الدنيا ولا أمور الآخرة؟ هل حديث النفس بأمور الآخرة يذهب الأجر ويمنع المغفرة؟ الجواب لا، لكن الذي يمنع المغفرة ويكون عائقا من تطبيق هذا، من تكفير الذنوب والسيئات، إنما هو حديث النفس بأمور الدنيا. الله أكبر، ثم يبدأ يفكر في العمارة، في شراء البلك، في شراء الخبز، وشلون بيروح باكر الوظيفة، وش بيذبح الربعة بكرة، وشلون بيسوي كذا، ومتى بيجون الأهل من وكيف يعني بيتصل بالجوال، وكم رقم فلان، وهو في نفسه. وهذه كلها أمور دنيوية هي التي تدخل في قوله لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه. هنا نقل لأبي العباس بن تيمية رحمه الله يعني يبين لنا ما نريد أن نقوله، ومعنى كلامه، لأن كلامه طويل، لكن معناه يقول: هل ورود الخطرات يعني الحديث على الرجل يخرجه من هذا الحديث؟ قسم شيخ الإسلام بن تيمية الحديث إلى أمور الدنيا، الحديث في أمور الدنيا، والحديث في أمور الآخرة، ثم قال: والحديث محصور في أمور الآخرة. يعني هذا اختيار من يا جماعة؟ قال: والحديث محصور في أمور الدنيا، والحديث محصور في أمور الدنيا. نعم. طيب، نحن إذا صلينا، مسألة جديدة ومن فوائد هذا الحديث، نقول: نحن إذا صلينا هل ترد علينا وساوس ولا ما ترد علينا وساوس؟ هل الوساوس هذه تبطل صلاتنا ولا ما تبطل صلاتنا؟ كون الإنسان يوسوس من أول الصلاة إلى آخرها، هل يكون ذلك مبطلا لصلاته، بحيث لو سألته كم صليت قال ما أدري، وش قرر نطوع ما أدري، لكن صلى معك، روكع وسجد معك، ولا يدري من الأطرش في الزفة، يشوف الناس يركعون ويركع ولكنه لا يدري عن صلاته. فهل كثرة الوساوس في الصلاة تبطلها؟ هنا نقل عن أبي العباس أيضا، نقل ثاني، يقول أبو العباس: إن كانت هذه الوساوس والخطرات لا تمنع من تدبر القرآن، لا تمنع من تدبر الذكر الطيب والعمل الصالح الذي يكون في الصلاة، فهذه لا تبطل الصلاة، ولكن سلامة الصلاة منها أحسن.
يعني إذا كانت هذه الخطرات لا تمنع قلبك وعقلك من تدبر القرآن وتأمل آياته، موجودة الوساوس لكنها ليست مانعة من التدبر ولا التعقل، فهذه لا تبطل الصلاة. ولكن يقول أبو العباس السلامة منها، سلامة الصلاة منها أفضل ممن لم تسلم صلاته منها. انتبه، قال وإن كانت هذه الخطرات والوساوس تمنع التدبر، تمنع التدبر والفهم وحضور القلب وشهود أمر صلاته، فهذه الوساوس هي التي تمنع الثواب بلا شك، هي التي تمنع الثواب بلا شك. ثم استدل على ذلك بحديث عمار بن ياسر إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها، وإن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها ولم يكتب له منها شيء. الآن كثرة الوساوس تؤثر في ذهاب الثواب بس، ونحن نتكلم هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل. ثم يقول أبو العباس قال واختلفوا هل تبطل الصلاة أو لا على قولين، فذهب أبو حامد والغزالي في الإحياء إلى أنها تبطل صلاة العبد، والأكثر على أنها لا تبطل، وهو الصحيح وهو صح قولي العلماء، يعني أن الوساوس وكثرتها لا تبطل الصلاة أبدا، لا تبطل الصلاة أبدا، وإنما تؤثر في إيش؟ تؤثر في ثواب الصلاة. أي وساوس؟ الوساوس التي تمنع تدبر القرآن، وأما الوساوس التي لا تمنع العقل ولا القلب ولا الروح من التدبر والتخشع وحضور الفهم فحينئذ هذه لا تبطلها. إذن خلاصة المسألة أن الوساوس التي تخطر على النفس ولا تمنع من تدبر القرآن لا تؤثر، لكن الصلاة منها، لو سلامة الصلاة منها أحسن. وأما الوساوس التي تمنع الفهم وتمنع خشوع القلب وحضوره هي التي تؤثر في إيش؟ في أصل الصلاة ولا في ثواب الصلاة؟ في ثواب الصلاة. طيب وهل تبطلها ولا لا؟ قولان لأهل العلم، والقول الصحيح أنها لا تبطلها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي عندنا مسألتان فقط من مسائل هذا الحديث، أنه دليل على وجوب الترتيب وهو الحق في هذه المسألة، وقد اختلف العلماء فيه، ولكن القول الصحيح أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب. توني عبد العزيز توني شو بقي دقيقتين بس شو رانا شو أن الترتيب واجب. وأعني بالترتيب الواجب يعني الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن فقط، يعني أول شيء تغسل الوجه، ثم بعد ذلك اليدين، ثم تمسح الرأس والرجلين، فالترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة من فروض الوضوء وواجباته. فلو قدمت غسل اليدين على الوجه أو مسح الرأس على غسل اليدين أو غسل الرجلين على غسل اليدين أو مسح الرأس فإن وضوءك باطل، ولذلك تنكيس الوضوء لا يصح عند 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 أكثر أهل العلم رحمهم الله. فإذا هذا ترتيب واجب، وهناك ترتيب في الوضوء مستحب، وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد كاليدين. فالترتيب باليمنى، غسل اليمنى قبل اليسرى، هذا من باب الترتيب الواجب ولا من باب الترتيب المسنون؟ من باب الترتيب المسنون. وكذلك كونك تقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه أو تؤخرها بعد غسل الوجه، هذا من جملة الترتيب المسنون. وكذلك كونك تغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا من باب الترتيب المسنون. الترتيب في الوضوء قسمان، ترتيب واجب وهو الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن، وترتيب مستحب وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد كالفم والأنف مع الوجه واليد اليمنى مع اليد اليسرى والرجل اليمنى مع الرجل اليسرى. الرجل اليسرى. لقد استوفينا الكلام على حديثي عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عندنا فائدة واحدة وهي فائدة أصولية ولعلكم تفهمونها قبل أن تكتبوها، وهي أن غالب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين غالبها أقوال منه أو أفعال، أفعال، هم ينقلون أفعالا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما دلالتها؟ ما أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما دلالتها؟ وهي مسألة لها مباحث طويلة في أصول الفقه، ولكن خلاصتها كما يلي: لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام، قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أقسام. القسم الأول قالوا الأفعال الضرورية الجبلية الفطرية، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا،
وقد خلق الله جل وعلا البشر وجعل لهم أشياء جبلية وأفعال فطرية مقتضاها الجبلة والفطرة مثل النوم، هذا مما تقتضيه طبيعة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، فهل نومه هذا نستفيد منه حكما أم أنه فعله من باب مقتضى الجبلة والفطرة والطبيعة؟ الجواب أنه من باب مقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة، فلا يأتينا أحد ينام ويقول إنني أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نومه، لأن النوم من جملة أفعاله، نقول نعم، ولكنه من جملة الأفعال الفطرية الطبيعية الجبلية التي فعلها لأنه بشر يحتاج ما يحتاجه البشر. وكذلك يقول العلماء الأكل والشرب والقيام والقعود، كل هذه أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الفطرة والجبلة والطبيعة. فما حكم هذه الأفعال؟ نقول لا حكم لها، لا يحكم لها لا بوجوب ولا باستحباب، وإنما هي أفعال يفعلها الإنسان من باب مقتضى فطرته وطبيعته وجبلته. لكن انتبهوا، إذا قلنا لا حكم لهذا القسم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فنعني به لا حكم لها بالنظر إلى ذاتها فقط، ولكننا نعطيها حكما باعتبار الصفة والنية. يعني الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية لا حكم لها في ذاتها، ولكنها تعطى حكما باعتبار هيئاتها ونياتها. مثاله يعني أنك لا تنام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل نم على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فنومك على هذه الصفة يجعل نومك عبادة، مع أن النوم في ذاته بالنظر إلى ذاته ليس عبادة، لكنه ارتقى من مرتبة الإباحة إلى مرتبة القربة والطاعة بالنظر إلى هيئته. توضأ قبل أن تنام، أو توضأ قبل أن تنام واضطجع على شقك الأيمن وقل أذكار النوم، فحينئذ ينقلب نومك بهيئته إلى قربة. فإذا هذه الأفعال، هذا القسم الأول من الأفعال، لا حكم له في ذاته ولكن له حكم باعتبار هيئاته. طيب، ونياته، إذا نام الإنسان ناويا التقوي بنومه على طاعة الله جل وعلا انقلب نومه من كونه مباحا إلى كونه عبادة. ولذلك عندنا قاعدة قررناها سابقا في دروسنا تقول المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، أظن ذكرناها في شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله تعالى. فإذا الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم لها في ذواتها، ولكن لها حكم باعتبار هيئاتها ونياتها. ضربت لكم مثالا واحدا بالنوم. طيب الأكل، ما يأتينا رجل يأكل يتعبد لله بذات الأكل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من باب مقتضى فطرته وجبلته وطبيعته البشرية، لكن الأكل يرتقي من كونه مباحا إلى كونه قربة وعبادة وطاعة بأمرين: بنيته الصالحة وهيئته. بنيته أن ينوي الإنسان التقوي بهذه اللقيمات على طاعة الله جل وعلا. طيب، وبهيئته أن يأكل على الصفة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يرتقي الأكل من كونه مباحا أو فطرة أو عادة أو جبلة أو طبيعة من طبائع البشر إلى كونه قربة وطاعة لله جل وعلا، أن يأكل مما يليه، وأن يسمي قبل الأكل، وأن يحمد بعد الفراغ، وأن يأكل بثلاث أصابع، وأن لا يملأ بطنه، ويعني أن يعتمد في أكله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فيكون الأكل في هذه الحالة قرب وطاعة. كذلك جماع الرجل لزوجته، هذا من جملة طبائع البشر، هذه من جملة فطرة البشر أنه يجامع زوجته، من جملة طبيعة البشر. لكن هذا الجماع لا يتعبد لله بذاته، وإنما يتعبد لله بهيئته ونيته، فأن ينوي إعفاف نفسه عن الوقوع في الحرام، وإعفاف زوجته عن الوقوع في الحرام، وأن يكون جماعه هذا سببا لإنشاء أو لإخراج ذرية يعبدون الله جل وعلا في الأرض. طيب، وباعتبار هيئته أن لا يجامع في المحل الذي حرمه الله جل وعلا، وأن يذكر القول المشروع قبل جماعه: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن يفعل المشروع بعد الجماع من الاغتسال من الجنابة. فإذا هذا الجماع ليس عبادة بالنظر إلى ذاته، وإنما هو عبادة بالنظر إلى أمرين: بالنظر إلى هيئته، إذا قلنا هيئته يعني صفته وكيفيته،
وباعتبار نيته. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفعال الجبلية الفطرية الطبيعية التي هي من مقتضى البشر. ما حكمها؟ لا حكم لها في ذواتها، ولكن لها حكم بالنظر في أمرين: بالنظر إلى هيئاتها وبالنظر إلى نياتها. ما أدري هل الكلام واضح ولا أعيد؟ زين. القسم الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال العادية التي فعلها موافقة لعادات قومه. فإن الأعراف تختلف بين بلد وبلد وزمان وزمان، وهذه الأعراف تختلف يعني في لباس هؤلاء أو في مأكل هؤلاء أو في نوعية بناء مسكن هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كما يعيش الناس في عاداته، ما لم يكن ثمة شيء منها يخالف دليل الكتاب والسنة. فكان يلبس كما يلبس قومه، ويعتم كما يعتم قومه، كما يعتم قومه، يلبس كما يلبس قومه، ويعتم كما يعتم قومه، ويأكل من العادة التي يأكل منها قومه، وهكذا. فهذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الموافقة العادات، موافقة العادات. طيب ما حكم هذا؟ ما حكم هذا النوع من الفعل؟ نقول هذا يعطى حكما إذا وافق الإنسان عادة قومه المشتهرة في بلده، حتى وإن خالفت في عينها ما كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا واحدا، وهو أن العمامة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعبدا لله جل وعلا بعين العمامة أو موافقة لعادات قومه؟ اختلف العلماء، والقول الأقرب أنه كان يغطي رأسه بما يغطي به قومه رؤوسه عادة. فحينئذ في عرفنا هذا تغير ما يغطي به قومك رؤوسه، وهي الطاقية والغترة الآن، ولا يا جماعة؟ فمن السنة لك أن تلبس هذا الأمر. لا يأتينا رجل يقول ما الدليل على أن هذا هو السنة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبس العمامة موافقة لعادات قومه، لأنهم كانوا يغطون رؤوسهم بهذا النوع من التغطية. فإذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله بذات لبس العمامة، وإنما فعله من باب موافقة عادات قومه، فلا يأتينا رجل الآن يلبس العمامة يقول أنا أريد أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، أنت الآن خالفت حقيقة السنة، لأنه كان يلبسها بالنظر إلى موافقة عادات قومه، وأنت تلبسها مخالفا لعادات قومك فخالفت السنة. فإذن وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية إن العمامة ليست بسنة في ذاتها، وإنما من السنة أن يغطي الإنسان رأسه بما جرت العادة إيش؟ أن يغطي الإنسان قومه المحيطون به رؤوسهم به. وكذلك الملبس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزارة والقميص والسراويلات، وكانوا يخرجون بها يخرجون بالإزار. لكن نحن الآن في عادة قومنا أننا نلبس إيش؟ الثياب على هيئة معينة في خياطتها أيضا. فينبغي للإنسان أن لا يخرج في مأكله ولا في ملبسه ولا في مظهره ولا في مسكنه عن ما هو مشهور من عادات قومه، لأن الإنسان إذا خالف فلا يخلو من حالتين: إما أن يخالف عادات قومه لما هو أسفل منهم، يعني يلبس شيئا أسفل مما يلبس قومه، يسكن شيئا أسفل مما يسكن قومه، يأكل شيئا أسفل مما يأكل قومه، هكذا. وإما أن يخالفهم بإيش؟ بأن يفعل شيئا أعلى مما فعلوه. وكلا الأمرين داخل في حد الشهرة المنهي عنها شرعا. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون الأمة من الشهرتين، يقولون إياكم ولباس الشهرتين. إيش الشهرتين؟ قالوا أن تلبس شيئا فوق ما يلبسه قومك، لأن هذا سوف يجعلك مشهورا بينهم، أو تلبس أدنى مما يلبسه قومك، لأن هذا يجعلك مشهورا بينهم. فلذلك على الداعية أن يوافق عادات قومه ما لم تكن حراما، ما لم تكن تلك العادة حراما. وأنتم تعرفون أن الأصل في العادات الحل والإباحة، إلا ما اقتضى الدليل تحريمه فيكون محرما بعينه، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. هذا النوع الثاني. إذن إذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا موافقة لعادات قومه، فلا تكون السنة أن نلبس عين ما لبس، لا، بل تكون السنة أن نلبس ما يتوافق مع لباس قومنا. إذا غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بشيء يغطي به قومه
رؤوسهم به. فليس من السنة في حقنا من الأمم في الأزمنة المتأخرة أن نغطي رؤوسنا بعين ما غطى به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وإنما نغطي رؤوسنا بما جرت عادة قومنا تغطية رؤوسهم به. هل فهمت هذه ولا لا؟ فإذا الأفعال العادية تكون السنة فيها موافقة العرف السائد، ما لم يكن يا شيخ فهد ما لم يكن حراما ممنوعا. القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال الخصوصية، يعني جملة أفعال فعلها لا على سبيل التشريع ولا على سبيل العادة ولا على سبيل الفطرة والجبلة، بل فعلها على سبيل الخصوصية به، ذلك لأنه أفضل الخلق عند الله جل وعلا، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظيم العظمى، وهو أول من يدخل الجنة وآخر الأنبياء وأفضلهم عند الله وأزكاهم وأرفعهم منزلة عند الله جل وعلا. فهذه المنزلة العالية عند الله جعلت الشارع يخصه بجملة خصائص لا يشاركه فيها غيره. كالزواج بأكثر من أربع مثلا، وكالوصال في الصيام اليومين والثلاثة من غير فاصل فطر، وغير ذلك من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم. فهذه سميها العلماء الأفعال الخاصة. والأصل في هذه الأفعال عدم خصوصيته بها إلا إذا قام الدليل على تخصيصه به، لأن الأصل أن كل فعل فعله فهو شرع له وشرع لأمته من بعده، فلا يحل لأحد أن يتحكم يقول والله هذا من خصوصياته وهذا ليس من خصوصياته. لا، الأصل عدم الخصائص إلا بدليل، فإذا جاءنا بدليل يدل على أن هذا من الأفعال الخاصة به فإننا نقول به حينئذ، وإلا فالأصل أن حكمه وحكم أمته واحد ما لم يرد دليل التخصيص طيب ما حكم هذه الأفعال؟ حكمها أن نتعبد لله باعتقاد خصوصيته صلى الله عليه وسلم بها، أن نتعبد لله بتركها وتخصيصه بها، أن نعتقد في قلوبنا أنها من جملة الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ونحن نتركها تعبدا لله جل وعلا بتركها. وعلى ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة غرس الأشجار الرطبة أو الأغصان الرطبة على القبر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة من باب التشريع العام للأمة، أو فعله من باب الخصوصية؟ طبعا الأصل الخصائص ولا عدم الخصائص؟ إذن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد في هذا الفعل. من ادعى أنه خاص فلا بد أن يأتينا بدليل. طيب، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه من جملة خصوصياته كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. طيب ما الدليل على أنها خاصة به؟ نقول إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عدم الاقتداء به في هذا الأمر، وإنما ورد عن واحد منهم اسمه بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه أوصى أن يجعل في قبره غصن رطب، وهذا ليس في مسألتنا، هذا اجتهاد منه خارج عن مسألتنا، لأننا نبحث في حكم في مسألة غرس الأشجار على القبر لا إدخالها مع الميت. فإذا بإجماع الصحابة أنه لم يفعله أحد منهم، وهم أكمل الأمة اقتداء به فيما كان من باب التشريع. فلو كانوا يفهمون أن غرسه للأشجار أو لهذا الغصن على قبر هذين الميتين من باب التشريع لكان أولى من يقتدي به فيها من هم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلما أجمعوا على عدم الاقتداء به فيها فدل ذلك على أنه من جملة خصوصياته، وأنتم تعرفون أن الأدل أنه لا يمكن أن ينتفع بالكتاب والسنة إلا إذا فهمنا الأدلة على ضوء فهم السلف الصالح. فالسلف الصالح رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، فلو فهموا أنه من باب التشريع لفعلوه، فإذا تركهم له دليل على أنهم فهموا أنه ليس من باب التشريع، ونحن نأخذ بالكتاب والسنة لا على فهمنا وإنما على فهم سلف أمتنا.
وأضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على قبور كثيرة، ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد أنه كان يغرس أو يغرز على كل قبر منها غصنا، مما يدل على أن هذا الغرس قد خص به صاحب هذا القبر المخصوص. يبين هذا الوجه الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا الغرز على أمر غيبي قد اختص به هو دون سائر أمته، لذلك قال إيش؟ إنهما ليعذبان. وقد كشف الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أصوات بعض عذاب القبر، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا القبر منعم أو صاحب هذا القبر معذب. فإذا غرسه ليس ابتداء، وإنما إيش؟ جاء بعد أمر غيبي. طيب، وهل يشاركه أحد في هذا الأمر الغيبي حتى يقتدي به في هذا الغرس؟ الجواب لا. فإذا هذا من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا نريد الإطالة في هذا. هذا هو القسم الثالث من أفعاله. القسم الرابع من أفعاله صلى الله عليه وسلم الأفعال التشريعية، وهي التي تخصنا في هذين الحديثين، وهي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ التشريع وبلاغ الدين ونقلها للأمة. فهو فعلها بقصد أن تقتدي به أمته فيها، فعلها بقصد أن تقتدي به أمته فيها، كأفعال الصلاة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأفعال الحج في قوله لتأخذوا عني مناسككم، وغير ذلك من وأفعال الوضوء أيضا المنقولة هنا في حديث حمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد. فإذا الأفعال الواردة في هذين الحديثين من أي قسم، في أي قسم ندخلها؟ في الأفعال التشريعية، ولذلك نقل الصحابة تلك الأفعال التي رأوها في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من باب البلاغ والتشريع، من باب البلاغ والتشريع. طيب، ما حكم هذه الأفعال التشريعية؟ الأصل فيها ما حكمها؟ نحكم عليها بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ هذا محط خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى وأجزى لهم الأجر المثل. ويتلخص أن الراجح في الأفعال التشريعية أننا نبنيها مباشرة على الندب والاستحباب ما لم يأتي دليل يرفعها إلى مرتبة الوجوب. فإذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه لا يفيد إلا الندب والاستحباب فقط. أنتم معي في هذا؟ إلا إذا جاء دليل يرفعه من مرتبة الندب إلى مرتبة الوجوب. قالوا ومن ذلك، من ذلك أن يقترن هذا الفعل بأمر قولي، فالفعل المقترن بأمر قولي يكون واجبا، لأن الأمر القولي يفيد إيش؟ الوجوب. وهذا الفعل فعل بيانا لهذا الأمر، والمبين يأخذ حكم المبين، المبين الذي هو الفعل يأخذ حكم المبين الذي هو القول. أنا أطلت عليكم في هذه التفاصيل الأصولية، لكن من باب يعني إفادتكم بها، لأن الشرع منقول لنا بعدة أمور. منقول لنا بأقواله، وعرفنا أن الأصل في الأقوال إن كانت أمرا فالوجوب حتى يرد الصارف، وإن كانت نهيا فالأصل فيها التحريم حتى يرد الصارف. طيب، ونقل لنا شرع كثير بأفعاله، إذن ماذا تفيد الأفعال؟ الندب والاستحباب. طيب، ونوقي لنا شرع كثير بإقراراته بتقريراته أيضا، ما الذي يفيده التقرير؟ الإباحة. فإذا الفعل يفيد الاستحباب إلا إذا قرن بأمر قولي يفيد الوجوب فيكون يفيد الوجوب. مثل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام على المنبر، كما ذكرت لكم سابقا في شرح قواعد بن سعدي رحمه الله، صلى على المنبر، وهذه أفعال، هذه أفعال. طيب، هل يأتي أحد يقول أفعاله تفيد الاستحباب؟ الجواب هذا هو الأصل، لكن هذه الأفعال التي فعلها أمام الناس على المنبر وهي أفعال الصلاة قرنت بأمر قولي في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يفيد الوجوب. فإذا الفعل المجرد عن الأوامر القولية هذا يفيد الاستحباب والندب. إذن هذه جملة
أفعاله صلى الله عليه وسلم التي صدرت منه أفعال جبلية فطرية طبيعية عرفنا حكمها ومثالها، أفعال عادية عرفنا حكمها ومثالها، أفعال خصوصية عرفنا حكمها ومثالها، أفعال تشريعية عرفنا حكمها ومثالها. إذن الأفعال الصادرة في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد من جملة الأفعال التشريعية التي تفيد الاستحباب، أليس كذلك؟ طيب، نحن نقول غسل الوجه واجب مع أنه منقول بفعله، غسل اليدين واجب مع أنه منقول بفعله، مسح الرأس هنا نقل بالفعل ولا بالقول؟ هنا في الحديثين منقول بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. طيب الأفعال تفيد الاستحباب، كيف نقول إنها من جملة الواجبات؟ ها؟ لأنها مقرونة بإيش يا جماعة؟ بأمر قولي في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهو غسل وجهه بيانا لهذا القول الذي يفيد الوجوب. وبهذا نكون قد أتممنا الفوائد على هذين الحديثين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.